خليني اشوف الكابتن محمود حسين لاعب منتخب اليد السابق، وكان ده العصر الذهبي بقى لكرة اليد على مستوى العالم بالنسبة للفريق القومي يعني. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ استاذ جابر ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا فندم. مستمتع كده زينا رغم ان احنا مش يعني ايه، كرة اليد بالنسبة لنا مش مهضومة قوي، بس بدأنا نستوعب عظمة الفريق والانجاز اللي بيعمله هذا الفريق والتطور اللي بيعمله هذا الفريق. طبعا انت لاعب كرة يد سابق ومتميز وليك صولات وجولات، فتقدر تقول لنا ايه سر العظمة بتاعت هذا الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مستمتع جدا طبعا بكرة اليد، لان هي دي لعبتي وهوايتي، وانا واحد من الاسرة دي، من الجيل الذهبي الحمد لله اللي شرفه مصر. تمام. احنا مبسوطين جدا باداء المنتخب القومي، لعيبة محترمة وبتأدي أداء محترم جدا. يمكن كمان في مباراة النهاردة في الشوط الأولاني أكتر كمان، مش في الشوط الثاني، بان جدا الجدية من اللاعبين في الأداء وفي المجهود، إن هم مركزين من أول الدور الرئيسي. إحنا الحمد لله عندنا عناصر متكاملة في كرة اليد، المنظومة كلها بتدار بسيستم محترم، اللي جوه زي اللي بره، كلنا بنحب اللعبة وبنشجع وعايزين نوصل لحاجة كويسة جدا. المدير الفني بيقود الفرقة بشكل محترم جدا. هو ما فيش سر أستاذ جابر أكتر من الالتزام. كل ما تلتزم وتتدرب وتعمل برامج مظبوطة وتكون أمين في برامجك وتختار مدرب محترم، وفي نفس الوقت طبعا الاحتراف، في لعيبة كتير محترفة بره ومحترفة في أندية كبيرة عالمية، على مستوى عالي في كرة اليد، فبتقدر تأدي أداء كويس الحمد لله. وده شغل سنين طبعا، مش أيوة شهر ولا أيوة شهرين ولا ثلاثة. أيوة صحيح، ده شغل سنين، ثلاث أربع سنين. ويمكن عايز أقول من بداية الدكتور حسن مصطفى مع الصيحة بتاعت كرة اليد في سنة 90 91، فضلت مستمرة وحصل لها دروب في فترة، وبعدين ابتدت تقوم تاني على جميع المستويات سواء رجال أو سيدات. فالحمد لله حلقة التواصل حضرتك، عشان طبعا توصل للمستوى ده لازم ثلاث أربع أجيال يسلموا بعض بشكل كويس، ويقدروا يكونوا منتخب مصري قوي يقدر يأدي إن شاء الله. فإحنا عندنا عناصر متكاملة في منتخب مصر بتأدي أداء مميز جدا. يمكن الشوط الثاني عليه شويه علامات استفهام كده في ماتش بلجيكا، ولكن انا شايف ان الراجل خلاص يعني هو جاب المباراه ليه، فبيريح اللعيبه الاساسيه. اعتقد ان هو عايز يريح قوات الضربه لمباراه الدنمارك اللي هي يوم الاثنين، وطبعا لسه عندنا مباراه البحرين، دي مباراه مهمه لازم ناكد عليها وناخدها عشان نضمن الثمان نقاط، وتبقى المباراه الفيصل بيننا وبين الدنمارك. ويجي كمان الدنمارك خسرت نقطه النهارده بتعادلها مع كرواتيا، وكانت اقوى. وبمناسبه الدنمارك، انت حضرتك طبعا متابع، عرفت ان كرواتيا تعادلت مع السويد. مع الدنمارك، اسف، مع الدنمارك. كرواتيا تعادلت مع الدنمارك، وده في مصلحتنا بالظبط، ده خساره نقطه، وكرواتيا طبعا خدت نقطه ليها. فاحنا ان شاء الله لازم ناخد باذن ربنا مباراه يوم السبت دي، نركز فيها مباراه البحرين، نمشي خطوه خطوه. والله البحرين برضو متقدمه جدا يا كابتن، يعني انا عاجب، انا اتبسطت جدا ان في فريق عربي برضو متقدم في كره اليد، والبحرين يعني القدم واليد في 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 نشاط كويس قوي في البحرين برضو. فرقه البحرين فرقه محترمه جدا، ولازم احنا نحترمك ونفهم جدا جدا جدا، بس احنا عندنا لعيبه تقيله جدا. تمام. محترمه. تمام. وان شاء الله نعد لمباراه اعداد جيد، وان شاء الله يعني يفرحونا كده بالخطوه الثانيه في الدور الرئيسي يعني. باذن الله. انت متوقع يعني، طبعا احنا نتمنى وكل امنياتنا، متى يحصل فريق كره اليد على بطوله العالم؟ والله انا شايف ان الفريق ده فريق واعد ومحترم جدا، تدي له فرصه جداً كبيره ان هو ياخد بطوله العالم. تمام. انا مش عايز احمل عليهم واقول لهم ان هم ان شاء الله يقدروا ياخدوا، انا بقول المربع الذهبي حلو قوي، لكن المربع، وانا ان شاء الله شخصيا اتمنى ان انا اشوفهم طرف في المباراه النهائيه يعني. دي هتبقى حاجة كويسة وحاجة لينا، شرف لينا كلنا، سواء أجيال معتزلة أو أجيال بتلعب في الملعب. يا رب يا كابتن. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل، كابتن محمود حسين لاعب منتخب اليد السابق وواحد من الجيل الذهبي لكرة اليد في مصر، بشكر حضرتك شكر جزيل. عدوى كان كابتن محمود حسين موجود في الفريق اللي خد ثالث العالم،
يعني ده طبعا تقريبا اكبر انجاز اتحقق في كره اليد واكبر انجاز اتحقق في 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 فريق قومي في مصر في 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 لعبه معينه اعتقد هو فريق كره اليد اللي خد ثالث العالم. لكن اتمنى ان عدوى كره اليد ومنتخب كره اليد ينتقل الى الالعاب الاخرى وخاصه كره القدم وخاصه كره القدم.